اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. آمين. وفي الحقيقة النهاردة قضية الكلام عن القرآن الكريم، يعني لو احنا تابعنا حرق المصحف في بعض الدول وحصل استنكار سواء من مصر أو من البلاد العربية وما إلى ذلك، لكن إحنا دورنا نقول للمسلمين أين دوركم من كتاب الله عز وجل. يعني هو في الآخر ورقة، يعني هو ده ورق، لكن هي قضية حرق المصحف في قلوب المسلمين فين؟ يعني كتير من المسلمين القرآن مش موجود في قلوبهم. يعني أنا أول ما أفتح القرآن الكريم وأقرأ سورة الفاتحة وبعدين أروح داخل على سورة البقرة وأقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الكتاب ده ما فيهوش شك، لأن كتير من الناس بدأت تشكك في كتاب الله تبارك وتعالى، أو ودي يعني متجددة، يعني القرآن لا ده فيه شك، ده فيه كذا، ده فيه تضارب، ده فيه وفيه وفيه. والرد على ده أسهل ما يكون، أنا كدورك أنا كإنسان يعني أقرأ القرآن الكريم، فلو جاء إنسان وقال أنا أشك في كتاب الله، أنت هترد وتعمل إيه؟ وأنت الإنسان المسلم الذي تقرأ القرآن وتبدأ تصلي فتتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، هل هتعرف ترد ولا لا؟ ده سؤال يحتاج إلى جواب. الحاجة الثانية، هو علاقتك بكتاب الله عز وجل هي العلاقة اللي هي موجودة في الصلاة القاصرة على الفاتحة وعلى سورة قصيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة العصر، سورة الكوثر، سورة الإخلاص، سورة الناس، هي دي فقط؟ ولا أنت علاقتك مع كتاب الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا؟ زي الإيه؟ النبي لما ضرب المثل قال زي الإنسان المؤمن، إن هم أربع أقسام. الإنسان المؤمن ده عامل زي الأترجة، الأترجة دي ده عامل زي هي شبه الليمون، فاكهة شبه الليمون، وهي أشبه بالبرتقال أيضا، طعمها حلو واللون بتاعها حلو وريحتها بتدي ريحة حلوة، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصنف الأولاني ده اللي بيقرأ القرآن ده عنده إيمان في قلبه، مخلص لله رب العالمين، بيقرأ لأنه يريد أن ينتفع بكتاب الله، بيشوف رسائل ربنا سبحانه وتعالى، فلما يقرأ القرآن فيبدأ يطبق، فهو جمع الخصال اللي هو الشكل الحلو، الطعم الحلو، الريحة الحلوة، فصاحب القرآن ما يطلعش منه إلا كل فعل جميل. فإحنا هل إحنا المثل ده؟ ولا إحنا المثل اللي هو ما عندوش الإيمان، لم يثبت في قلبه ولكنه يقرأ القرآن فقط؟ ولا المثل الثالث اللي هو الإنسان المنافق، منافق بس بيقرأ القرآن؟ يعني واحد مثلا ممكن يكون كذلك الأمر ظالم، ظلم إخواته في أكل الميراث وبتاع، ويقرأ الآيات بتاع المواريث وإن ربنا بيقول دي حدود ربنا وما ينفعش اللي أنت تتعدى حدودها، فبيقرأ عادي ما فيش مشكلة. ولا أنت زي المنافق اللي هو الذي لا يقرأ القرآن أصلا، أنت فين حالك، فين مع كتاب الله؟ وإحنا داخلين على شهر القرآن، فإحنا محتاجين اللي إحنا نستعد بقى. طيب أنا واحد يقول لي أنا لو قرأت القرآن ليا ثواب، أولا ثوابك عظيم جدا، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر، الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن كما أنزل، يعني عارف الأحكام التجويدية بتاع كتاب الله تبارك وتعالى، عارف المخارج وصفات الحروف، وبيحاول يطبق الأحكام التجويد وهو يقرأ القرآن الكريم، حافظ لكتاب الله، عامل بكتاب الله، يبقى هو ده مين؟ ده الماهر بكتاب الله. دول مع مين بقى؟ ده مع السفرة الكرام البقى. السفرة الكرام اللي هم مين يا أستاذ دعاء؟ اللي هو الملائكة، اللي هم الملائكة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برا، اللي هم مين؟ مع الملائكة. فتخيل الإنسان الذي يقرأ القرآن بالطريقة دي فهو مع مين؟ مع الملائكة. دورنا دلوقتي نبدأ نحاول أن نتعلم، وسهل جدا اللي احنا نتعلم كتاب الله تبارك وتعالى ونحسن تلاوة القرآن. كيف حد يجي يقول لي أنا بقرأ بس مش قادر؟ أقول له شوف القرآن، النبي برضو ما سابشك، يعني لم يتركك في هذه الحالة كده اللي انت ملكش أجر، قال لا، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. هنا نقطة، واحد يقول لي أنا بتتعتع فيه مش عارف أقرأ، هقول له كويس، حاول أن تتعلم، في مقدوره أنه هو يتعلم يا أستاذ دعاء، ولكن لا يريد أن يتعلم، ما ينطبقش عليه بقية الحديث. يعني أنا في أقدر أقرأ القرآن وأقدر أتعلم الأحكام وأروح للشيخ ولا للمعلمة ولا مش عارف إيه، وسبل التعليم سهلة جدا، لكن أنا ما بعملش كده،
لا ينطبق عليه الحديث، لكن أنا بحاول وبتعلم بس هو لسه صعب إيه عليا. فسيدنا النبي يقول إيه؟ ليك أجرين، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة.